قبل ما نتكلم في أشياء يخص الرياضة، يعني لازم تكون لنا وقفة مع الأمير تركي بن سلطان رحمه الله. صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر سفر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية، عن عمر يناهز 53 عاما، وسيصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء بجامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون. الواحد يحضر كلام احيانا يبغى يقوله، بس اعتقد انه اصدق الكلام هو اللي يخرج من القلب مباشره. الامير تركي بن سلطان افضى الى ما قدم، وفي مثل المواقف يعني اي شخص يعني ينتقل الى رحمه الله يترك خلفه سيره، يعني ان خيرا فخير وان شرا فشر. والامير تركي بن سلطان ما علمنا عنه الا كل خير. اتكلم عني شخصيا، كان للرجل هذا وقفات جدا كبيره على المستوى المهني والشخصي، وكان ينظر لكل الاعلاميين السعوديين المنتشرين في كل الفضائيات انهم ابناء وزاره الثقافه والاعلام. عمر الرجل ما تخلى عنا ابدا، وكان دائما متابع لكل خطواتنا، وكان يفرح لكل انجاز نحققه على المستوى الشخصي او على مستوى العمل الجماعي من خلال البرامج، وكان هذا الموضوع يسعده كثير. وكان يطلب من القناة الرياضية السعودية أنها تشير لأي منجز يحصل عليه أي مذيع سعودي أو إعلامي سعودي في أي مكان، حتى ولو كان في قنوات منافسة أو برامج منافسة. كان ينظر لهذا وكأنه إنجاز باسم التلفزيون السعودي، مو باسم الشخص. أذكر لما حصلت على الجائزة السنة الماضية من ملك البحرين، خصص فقرة كاملة في برنامج الزملاء في برنامج الملعب للحديث عن هذا الموضوع، وقدم مباركة خاصة باسمه شخصيا من خلال البرنامج. كان متابع وداعم كبير. من الأشياء اللي ما كان الأمير تركي بن سلطان أبدا يرضى أنه أنا أقولها عنه في حياته، اعتقد من الواجب اني اقولها اليوم بعد ان انتقل الى رحمه الله، انه كثير من المواقف الانسانيه اللي قدمها هالبرنامج وكانت تحتاج مساعدات ودعم، وكانت تقدم احيانا باسم فاعل خير. فاعل الخير اللي كان دائما يتواصل مع البرنامج ويقدم هالمساعدات هو الامير تركي بن سلطان. اعرف انه لو كان رجل حي كان راح يزعل كثير من هالموضوع، لكن اليوم انا اقوله حتى يعني يتناقل ذكر الناس ويدعو له بالمغفرة والرحمة. الجميل في كل الاتصالات اللي صارت اليوم اللي كنا نتبادلها مع الزملاء الإعلاميين، أنه اتفق الجميع على أمرين مهمين حول الأمير تركي بن سلطان: أنه الله عطى هذا الرجل الأدب والتأدب مع الناس، وكان متواضع تواضع حقيقي، ما كان يتصنع التواضع، رجل سهل الوصول له في أي وقت، الاتصال بشكل مباشر معه، ما تحتاج أنه يكون في وسائل يعني حتى تصل لأمير تركي بن سلطان، كنا مباشرة نتواصل معه على تليفونه الخاص. كان شديد التواضع وشديد الأدب، حتى لما يختلف مع أحد يختلف بأدب، لا تسمع كلام جارح، لا تسمع صوت مرتفع. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا. أتمنى من كل من يتابع الحلقة الآن أن يدعو لهذا الرجل بالرحمة والمغفرة. المسألة كانت فاجعة بالنسبة لنا، لكن عزاءنا أنه ترك خلفه سيرة كبيرة جدا من الحب ومن التقدير. عزاءنا لكل زملائنا في القناة الرياضية وفي وزارة الثقافة والإعلام. هذه الوقفة نتحدث فيها عن الأمير تركي بن سلطان. هكذا هي سنة الله في خلقه: حياة، عمل، أمل، ثم وداع. وها قد حانت لحظة الفراق، اليوم الثلاثاء 12 من شهر صفر من عام 1434 للهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2012. الأمير تركي بن سلطان إلى رحمة الله. خبر مفجع فاجأ المجتمع الإعلامي والرياضي وهز كيانه، لكنه أمر الله الذي لا اعتراض عليه. بالتأكيد هي لحظات للحزن، للأسى،
لظرف الدموع، حزنا على فقيد الإعلام والرياضة، لكنها في الوقت نفسه لحظات لرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل الفقيد برحمته ومنه وعطفه. هي لحظات للتذكير برجل خدم وطنه من خلال المجال الإعلامي والرياضي، فلا زال الجميع يشهد بالتطور الكبير والنقلة الهائلة في القنوات الرياضية السعودية منذ أن قدم إليها تركي بن سلطان. سنوات مضت والمشاهد كان طرفاً خاسراً في متابعة المناشط الرياضية في المملكة العربية السعودية. اليوم وبفضل من الله ثم بجهود الأمير تركي بن سلطان، ها هو ينعم بمشاهدة مجانية لكل الأحداث دون تودد لأحد. حينما عين مشرفاً عاماً على القناة الرياضية السعودية أبى إلا أن يضع بصمته الخاصة، جلب الكوادر المؤهلة والكفاءات العالية، وزاد على ذلك بالحرص على تطوير العاملين الموجودين من خلال الدورات التدريبية المتنوعة التي ساهمت بشكل واضح فيما نشاهده اليوم عبر شاشة الرياضية السعودية. تركي بن سلطان، فقدناك. نعم فقدناك، فلازلنا نتذكر دعمك اللامحدود لأبنائك الإعلاميين في مختلف القنوات والبرامج الرياضية. تركي بن سلطان، فقدناك لأننا لمسنا فيك الرجل الطيب صاحب القلب الكبير الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته. تركي بن سلطان، فقدناك، فماذا عسانا أن نقول حزنا على فراقك. أعرف أنها لحظات يصعب معها الكلام وتتلعثم الأحرف دون أن تجد من يرتبها، ولكن لن نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم كان الزميل علي العلياني في برنامجه الشهير يا هلا كان له وقفة حول هالموضوع، وتلقى اتصال من وزير الثقافة والإعلام. نشوف ماذا قال وزير الثقافة والإعلام عن الأمير تركي بن سلطان. معي مباشرة عبر الهاتف معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة. دكتور عبد العزيز، مساك الله بالخير، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك. أنت خير من يتحدث عن الراحل رحمه الله بحكم المشاركة في العمل. مساك الله بالنور وعظم الله أجرك وعظم الله أجر الجميع، وقدم أيضا تعازية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإلى ولي عهدي الأمين أصحاب سمو الملك الأمير سلمان، وإلى أخواني جميعا، أسرتي وأسرة الفقيد والأسرة الرياضية والأسرة الإعلامية والأسرة الثقافية. حقيقة كان سمو الأمير تركي مثال وقدوة للخلق الطيب والإنسان الطيب الخلوق المتواضع الدؤوب على العمل المشارك في جميع كل ما تم من إنجازات في القطاع الإعلامي والثقافي في وزارة الثقافة والإعلام. عمل معنا خلال كل هذه المدة الطويلة، بدأ موظفا صغيرا ثم بدأ يتدرج، وكان يقبل كل هذه الأمور بكل تواضع ويتعلم، وحتى أصبح الآن يعرف، أصبح رحمه الله تعالى يعلم جميع ما في وزارة الثقافة والإعلام في جميع قطاعاتها. وأنا أشهد أنه شارك في خلال الفترة اللي أنا كنت فيها وكيل وزارة من فترة طويلة من يوم ما تعيت، والفترة اللي أنا عينت فيها كوزير للثقافة والإعلام كان خير معاون اللي وكنا من ضمن الفريق الواحد الذي عمل سويا وحاول فعلا أنه ينهض في وزارة الثقافة والإعلام. كانت آراءه ومشاركاته خصوصا حينما أشرف أيضا على القنوات الرياضية وتطورت القنوات الرياضية الحمد لله، وأصبحت أكثر من أصبحت 6 قنوات رياضية عندنا، وكان هو متحمس جدا أنها
إنها تكون فعلا مثال للقنوات، إنه الدوري يجب أن يكون عندنا في قنواتنا، وأن نقدم أفضل ما يمكن من عندنا من عرض ومن إنجاز ومن تعليق ومن مذيعين. والرجل يعني أنا أعتقد بالإضافة إلى ذلك إنسانيته الكبيرة. الأخ عادل عصام الدين كما تعرفوا اليوم حكى لي قصة، تعرف الدولة الخليجية حتكون قريب جدا، فهو كان حيسافر بإجازة، قال له ما قبل ما سافر هذه 300,000 ريال أبغاها تكون عندك، يعني أنا ما أعتقد أن الانتداب يكفيكم ولا المصاريف اللي تأخذوها من الوزارة تكفيكم، هذه تأخذوها بالإضافة يعني تكون تساعدكم في أيضا في إقامتكم هناك، وهذه من عندي أنا. فيعني الرجل حتى يعني كريم وأريح وبيتصرف كان في منتهى الخلق. فحقيقة إحنا فقدنا الأمير تركي في وزارة الثقافة والإعلام، وأنا كلنا يعني وأنا حزين، وجميع زملائه يعني يشاركوني نفس هذا الحزن والأسى العميق حقيقة لفقده، لأنه كان مثال الأخلاق الطيبة والتماسة والخلق الطيب. والله لم نسمع منه إلا كل كلمة طيبة، ولم يتكلم عن أحد إلا في كل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده برحمته، وأن يسكن فسيح جناته، وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وأن يعوضنا خيرا إن شاء الله بعون الله تعالى. الله يرحمه. نعم. علي من تركي كان صديق وأخو وعزيز علينا جميعا، وربنا إن شاء الله يثيب على كل أعماله الطيبة إن شاء الله. نعم. شكرا لك معالي الوزير الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام على هذه المشاركة في تابين الأمير تركي، شكرا لك. كان هذا اتصال وزير الثقافة والإعلام دكتور مخوجة مع الزميل علي العلياني في برنامج يا هلا وقفة أخرى للتحدث فيها أيضا عن الأمير التركي بن سلطان رحمة الله عليه. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولد عام 1959، حصل على البكالوريوس عام 1400 الموافق 1980 من جامعة الملك سعود تخصص إعلام، ثم نال على شهادة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة سيراكيوز عام 1402 الموافق 1982. في عام 1982 عين مشرفا على إدارة الصحافة في وكالة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمرتبة الثامنة. في عام 1986 عين مستشارا إعلاميا بوكالة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمرتبة العاشرة. في عام 1990 عين وكيلا مساعدا للتخطيط والدراسات بوزارة الإعلام بالمرتبة الرابعة عشرة. وفي عام 1996 تم تكليفه بالقيام بأعمال وكالة الوزارة للإعلام الخارجي بالمرتبة الخامسة عشر، وكذلك عين وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام الخارجي بالمرتبة الخامسة عشر. في عام 1422 صدر الأمر السامي الملكي بتعيين سموه مساعدا لوزير الإعلام بالمرتبة الخامسة عشرة. وفي عام 1426 صدر الأمر السامي الملكي بالتمديد لسموه مساعدا لوزير الثقافة والإعلام لمدة 4 سنوات. وفي عام 1430 صدر الأمر السامي الملكي بالتمديد لسموه مساعدا لوزير الثقافة والإعلام لمدة 4 سنوات، وتكليف سموه بالإشراف على القناة الرياضية السعودية وتطويرها. ومن مشاركاته يرحمه الله داخليا، ترأس عددا من اللجان بوزارة الإعلام في كثير من المناسبات والمؤتمرات، ومنها لجنة الحج، اليوم الوطني، ومهرجان التراث والثقافة،
كما ترأس اللجنة التحضيرية لتغطية احتفالات المملكة بمرور 100 عام على تأسيسها عام 1419 الموافق 1999، وفي عام 1415 للهجرة الموافق 1995 صدرت الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وتم تعيين سموه عضواً في مجلس الأمناء بالمؤسسة. أما مشاركاته الخارجية يرحمه الله، رأس وفد الإعلام الخارجي في تصفيات آسيا لأولمبياد لوس أنجلوس في كل من سنغافورة ولوس أنجلوس عام 1404 الموافق 1984، كما ترأس وفد الإعلام الخارجي المشارك في تغطية معارض المملكة بين الأمس واليوم لعدة مواسم وبأكثر من دولة، فرنسا، أمريكا، القاهرة عام 1407 الموافق 1987. أيضا ترأس وفد المملكة للاجتماع السادس لوزراء الإعلام في دول عدم الانحياز الذي عقد في كوالالمبور ماليزيا، وذلك عام 1426 للهجرة الموافق 2005 ميلاديا. ترأس أيضا وفد المملكة لاجتماع وزراء الثقافة والإعلام الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة عام 2005، وفي هذا اليوم 12 من صفر عام 1434 للهجرة الموافق 25 من ديسمبر 2012 توفي رحمه الله إثر أزمة قلبية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو محمد، أبدأ معاك التعزية، إيش تحب تقول بعد هالحديث اللي تكلمنا فيه على مين تركي بالسلطان؟ حقيقة الحديث طبعا هو حديث حزين، حديث طبعا وسط مفجوع طبعا مفارقة شخصية بحجم الأمير تركي بن سلطان. نتحدث هنا وربما من خلال علاقة شخصية تربطني بالرجل على مدار السنوات الأخيرة اللي عملتها في اللي أعمل فيها في القنوات الرياضية من خلال برامج، كنت على اتصال دائم، فهو كان أيضا خير الموجه وخير السند لنا. أنت ذكرت في المقدمة أن الرجل يرفض دائما هو الحديث عن مناقبه، لدرجة أن يوم من الأيام حاولت أن أنصف المشروع بشكل عام، مشروع القنوات الرياضية، وذكرت طبعا في سطر عابر دوره الكبير، فرفض هذه الإشادة بحجة أن المشروع مشروع وطن وهناك عاملين في القنوات الرياضية يستاهلون هذا الثناء. رجل كان 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 يؤمن طبعا بالتخصص، يؤمن أيضا بالعمل، يؤمن أيضا بالإنسانية. الأمير تركي بن سلطان عندما تحدث عنهم علي وزير الإعلام وهو اللي قضى معه سنوات طويلة، فأعتقد نحن أيضا من خلال هذه السنوات ربما عشنا كثير مما قاله مع الوزير مع الأمير تركي بن سلطان. الأمير تركي بن سلطان حقيقة من كان أمير بأخلاقه، كان إنسان أيضا أكثر منه أمير، يعني عندما يتحدث معك يتحدث معك على طريقة الصديق، أحتفظ في هاتف المحمول بالعديد طبعا من رسائل للأمير تركي بن سلطان، وكان آخرها طبعا بعد البرنامج الأخير طبعا في المنصة أنا والزملاء تركي، أنا والزميل رجلا السلمي والزميل عبد الله فلاتة والزميل خلف وكذلك الزميل أيضا عبد الكريم الجاسر. تخيل أنتوا بعد كل برنامج يعني ينتهي تجدوا ما يتحدث معي ويتحدث مع رجلا أو أي طرف في البرنامج. يوم من الأيام أيضا وقع بيني وبين الزميل رجلا بعض الاختلافات على الهواء، ولا بد أن أذكر هذا الشيء للتذكير بدور الأمير. طبعا وصلت لمرحلة طبعا أنا ربما كنت البادي في الكلام وتألمت وتأثرت بعد اللقاء رغم أني اعتذرت. تفاجأت بالأمير تركي بن سلطان يتصل بعد البرنامج طبعا يتكلم بأسلوب جميل ويداعب، يعني وليش هذا الانفعال وليش، ويضحك، وفي النهاية قال هذه تحدث في كثير من البرامج، واعتبرها طبعا ربما أيضا تعتبر ملح من بلح البرنامج، وطفى أشياء كثيرة كانت من العتب على نفسي في داخلي. وكذلك الحال أيضا بالنسبة لرجل الله السلمي. الأمير تركي بن سلطان أيضا أنت
التركي تحدثت عنه بإسهاب، وأنت في برنامج أيضا منافس، لكن ما كان ينظر لمثل هذه القنوات على أنها قنوات خارج السرب أو أنها في منافسة حقيقية مع القنوات اللي يوليها تماما، بل كان ينظر لهذه القنوات على أنها جزء من عمله، يفرح بنجاح الإعلام السعودي أينما كان. أذكر له عندما كنا أيضا في برنامج خط الستة أنا والزملاء حقيقة، وهذه ربما أيضا من الأشياء اللي يقولها لأول مرة، كان بعد كل برنامج يتصل طبعا، والله العظيم أنه كان يتصل بي بعد برنامج خط الستة ليوم من الأيام، كان هناك بينه وبين أيضا الشارع الرياضي السعودي أو بعض المنتمين للوسط الرياضي كثير من المماحكات، لكن يتحدث لي بعد كل حلقة ويتناقشني أحيانا في بعض الأمور، وربما أيضا حدثت مع الزملاء من ضمنهم الزميل محمد الدويش. الأمير تركي بن سلطان كان يتعامل معنا على أننا زملاء، لم يتعامل يوم من الأيام على أننا مرؤوسين أنه أمير. حقيقة خسارته كانت فاجعة، ليس بس على صعيد الأسرة الحاكمة بل حتى على صعيد الوطن بشكل عام، ولا يشعر أيضا بمرارة هذا الفراق إلا من تعامل مع الأمير تركي بن سلطان عن قرب. أنا لا أملك في هذه الدقائق اللي منحتني إياها لا ندعو له بالرحمة وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونتمنى أن نتعاون جميعنا كإعلام سعودي أن نكمل هذا المشروع الذي تبناه، مشروع الإعلام الرياضي الضخم من خلال القنوات الرياضية ومن خلال هذه البرامج أيضا اللي في قنوات أخرى. الأمير تركي بن سلطان كما قلت لم يمنح القناة الرياضية ميزة عن كثير، أنت تعرف يا تركي أنه يوم من الأيام ربما أعطى الزملاء من ضمنهم الزميل غانم والأستاذ أيضا عادل عصام الدين الضوء الأخضر في التعامل معك أنت شخصيا وكثير من البرامج يعني. صحيح. فما كان ينظر على هذه البرامج أنها منافسة، ولم كان ينظر من الأيام نظرا للقناة الرياضية يجب أن تتميز. صحيح أنه المشروع مشروع عندما تبنت وحصلت على حقوق القنوات الرياضية لولا الله ثم وجود الأمير تركي بن سلطان ربما ما نجح هذا المشروع طبعا بهذا النجاح. أيضا حقيقة أعزي كل زملائي في الوسط الإعلامي، أعزي أيضا زملائي في القنوات الرياضية، اليوم حاولت الاتصال بأكثرهم طبعا كل كان متأثر. الزميل إبراهيم الجابر حقيقة أيضا من الناس القريبين منه كان طبعا تتأكد من الخبر، اتصلت بعد ماذا وكان في غاية التأثر. حقيقة من يعرف الأمير تركي بن سلطان لا شك أنه سيتحدث من القلب والقلب، هذا الإنسان والله العظيم لا نجامله بكلمة ولا نقول عنه إلا الحقيقة كما هي. نحن ما في 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 حياته لم نستطيع إنصافه لأنه كان يرفض أصلا العبارات. أنت أيضا أشرت في 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 مقدمة البرنامج عن فاعل الخير اللي الكل كان يتساءل عنه وأنت ترفض طبعا إظهاره، الآن أظهرت طلع الأمير تركي بن سلطان في 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 حياته، ما كنت تجرؤ أنك مثلا تقول مثل هذا الكلام لأنه هذا طلبه يعمل دائما كثير. طبعا الآن الوزير الإعلام أسر طبعا بما حدث بين الأمير طبعا والأستاذ عادل عصام الدين من خلال المبلغ المالي. هذه أشياء جوانب كلها مضيئة في 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 شخصية الأمير تركي بن سلطان، وأجمل الإضاءات في شخصيته هو أنه إنسان دمث، إنسان خلوق، إنسان يوم من الأيام ما عمره تعامل معنا بالصوت العالي أو ما عمره يوم من الأيام استغل سلطته في سبيل أن يعاتبنا. أقسم بالله أنه كان يتحدث معنا وكأننا زملاء بحق وحقيقة، لم يكن هناك مثلا، وهو الرجل الثاني في وزارة الإعلام عمره ما تحدث بلسان حال المنصب لا معي ولا مع كثير أعتقد من الزملاء. رحمة الله عليه. فهد إيش تحب تقول؟ إن لله وإنا إليه راجعون، الله يغفر له ويتجاوز عنه، ما له منا إلا الدعاء. الأمير تركي كان رغم منصبه ورغم انشغاله في الإعلام الخارجي إلا أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة في رياضتنا السعودية، كان عونا ومعين لكثير من الإعلام وكثير، فيعتبر فقيد للرياضة. الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. فاصل قصير بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. كأس الخليج تفتح ساحاتها لتسليط الضوء على نجم جديد.